أن حرية التعبير من المعروف أنها أساس مهم للتقدم النوعي والاجتماعي والحضاري، وهذا التقدم النوعي والاجتماعي والحضاري لن يكون ولن نصل إلى ولن ننشده بشكل جيد إذا لم تكن حرية التعبير أصلاً نعبر عنها بطريقة وبأسلوب حضاري. وهذا الشيء يجب أن نعرف أنه أصلاً متأصل بثقافتنا العربية والإسلامية والتي استمد بحيث أن أخذنا هذه الثقافة من جميع الأديان السماوية وليس فقط الدين السماوي، حيث مثلاً أو بالأحرى الدين الإسلامي، حيث مثلاً في الإسلام نحن نعرف أن حرية التعبير هي شيء أساسي تربينا عليه في ثقافتنا. الآية تقول ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي أن الأصل هو الاختلاف في الآراء، الاختلاف في التعبير عن هذه الآراء. وأيضا في آية أخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي أن الأصل وجود ضوابط وقوانين تضبط حقك في التعبير عن رأيك بحيث لا يؤثر هذا التعبير عن الرأي عن حرية على حرية الآخرين وعلى المساس بأشخاص وأفكار الآخرين. وبالتالي لهذا أنا كنت مع وجود قوانين ضابطة لحرية التعبير وهي أصلا لا تتعارض مع حرية التعبير. وشكرا لكم.